زميلة شاب فندق ديزاين علي يعني انت اللي سفينة اه والله سفينة اطلب عني هنديلة كيف والجن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبدا فيديو جديد بس نبدا فيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وفعل الجرس و5000 اشتراك على الفيديو الجاي. لو انت عندك اي موهبه او اي حاجه اعرضها على قناتي في التعليقات او اتصل معنا على الانستا واتساب ان شاء الله اشوف رد عليك واعمل له فولو اب. يا ريت يا جماعه توصلوا الفيديو 500 لايك ومعاك عبد النينجا ويلا بينا نبدا بقى الفيديو. فكره الفيديو اللي معانا نجيب لكم تجمعات تيك توك حاجه كده في الترند. ايه بقى مالك يا صاحبي احكي لي هتعرفوها واكيد شفتها في اول الفيديو. ما تيجي بقى نشوفها مع بعض كاملة بقى وحاجة بس تتفرج الفيديو بس ده للآخر وصل الفيديو 500 لايك. يلا بينا ما نضيعش وقت. والجاني مالك يا صاحبي احكيلي سيبني في حالي يا زميلي شاب فندق ديزاين علي يعني انت اللي سفينة اه والله سفينة اطلب عيني هنديلة. والجاني مالك يا صاحبي احكيلي سيبني في حالي يا زميلي شاب فندق ديزاين علي يعني انت اللي سفينة اه والله سفينة اطلب عيني هنديلة. والجاني مالك يا صاحبي احكيلي سيبني في حالي يا زميلي شاب فندق ديزاين علي يعني انت اللي سفينة اه والله سفينة اطلب عيني هنديلة. والجاني مالك يا صاحبي احكيلي سيبني في حالي يا زميلي شاب فندق ديزاين علي يعني انت اللي سفينة اه والله سفينة اطلب عيني هنديلة. كيف والجاني مالك يا صاحبي احكيلي سيبني في حالي يا زميلي انا شايفك تعبان مخنوق علي يعني انت اللي سفينة اه والله سفينة اطلب عيني هنديلة. يا زميلي شاب فندق ديزاين علي يعني انت اللي سفينة اه والله سفينة اطلب عيني هنديلة. والجاني مالك يا صاحبي احكيلي سيبني في حالي يا زميلي شاب فندق ديزاين علي يعني انت اللي سفينة اه والله سفينة اطلب عيني هنديلة. تحب تشوف ما انا كتير شفت استنى حوريني ادي شتمتك ليا وادي كلامك عليا تسكرينات يا عينيا مش بتبلع عليك. والجاني مالك يا صاحبي احكيلي سيبني في حالي يا زميلي شاب فندق ديزاين علي يعني انت اللي سفينة اه والله سفينة اطلب عيني هنديلة. زي ما سمعت كده يا جدعان الفيديو الفيديو جامد قوي وكامل. فانت لو عايزين جزء تاني او عايزين اي حاجه اعملها اكتب تحت في التعليقات تمام. واحد كده خلصت الفيديو ما تنساش اللايك واشترك في القناه وفعل الجرس وما تنساش اشترك معايا الفيديو الجاي. لو انت عندك اي موهبه او عندك اي حاجه عارضها على قناتي اكتب تحت في التعليقات واتصل معايا على الانستا واتساب ان شاء الله اشوف رد عليك واعمل له فولو اب. يا ريت يا جماعه توصلوا الفيديو 500 لايك ومعاكم عبد النينجا واشوفكم في فيديو جديد. سلام.